أهلا بكم. ما دلالات محاولة نظام الولي الفقيه في إيران نسبة المقاومة إلى الميليشيات الموالية لطهران التي تعاونت مع الاحتلال الأمريكي لمواجهة المقاومة العراقية التي أرهقت بضرباتها القوات المحتلة وأجبرتها على الانسحاب؟ ما دلالات حديث زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله ونسبته صفة المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي للقائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس اللذين قتلا بغارة أمريكية مطلع العام 2020؟ ما أسباب محاولات إعلام النظام الإيراني عبر وسائله الإعلامية التي يمولها تلميع صورة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رغم ما ارتكباهم من جرائم ضد المدنيين سواء في العراق وسوريا وحتى أيضا عبر أدوات إيران في لبنان واليمن؟ وبعد فشل ما يسمى محور الممانعة في تبرير هذه الجرائم التي أثبتتها تقارير المنظمات الدولية والإنسانية، هيئة علماء المسلمين في العراق أعلنت في بيان لها أن حقائق المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي تبقى قائمة ومزعجة ومقلقة لكل من لم يشارك فيها أو يدعمها ولكل من أفتى بعدم جواز مقاتلة الاحتلال الأمريكي التي تجاوزها حسن نصر الله ولم يتعرض لها. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على حديث زعيم ميليشيا حزب الله وادعاءاته نسبة المقاومة للميليشيات الموالية لإيران. نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. لطالما أوقد نار الحرب في الكثير من البلدان وأججا الفتن هنا وهناك وقادا صراعات ونفذا مخططات إيران التوسعية وأسسا الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا ليصبحا اليد الطولة التي تعبث بأمن البلدان حتى قتلا قبل نحو عام بضربة أمريكية في محيط مطار بغداد. إنهما الإرهابيان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي توعد الجيش الأمريكي حينها بدفع الثمن في مطلع 2020 يحاول اليوم تلميع صورة هذين الإرهابيين عبر سرقة تأريخ المقاومة العراقية والافتراء عليها بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أشارت إلى أنه بعد فشل ما يسمى محور المقاومة في تبرير جرائمهما وإرهابهما بحق المدنيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن اضطر نصر الله إلى القيام بمهمة تلميع وجه هذين القاتلين في لقاء مع إحدى القنوات الممولة إيرانياً في تزوير للتاريخ ونسبة المقاومة إلى الميليشيات الموالية لإيران التي تعاونت مع الاحتلال الأمريكي لمواجهة المقاومة العراقية. الهيئة أكدت على أن حقائق المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي تبقى قائمة ومزعجة ومقلقة لكل من لم يشارك فيها أو يدعمها ولكل من أفتى بعدم جواز مقاتلة الاحتلال الأمريكي التي تجاوزها نصر الله ولم يتعرض لها. وعلى خلاف الصورة التي يحاول نصر الله رسمها عن سليماني والمهندس، فإن الشعوب التي عانت الويلات منهما تحرق وتمزق صورهما تعبيراً عن رفضهم رفع صور لمن قتلوا النساء والأطفال في سوريا والعراق واليمن ولبنان وتورطهما بمجازر وجرائم حرب ضد المدنيين. أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسم. أستاذ حاتم الفلاحي مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأرحب بضيفي من عمان عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر وحمد لله على السلامة. الله يسلمك وبارك الله فيكم ونتشرف بكم واهلا وسهلا بك وبضيفك العزيز وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله استاذ عبد القادر. وارحب ايضا بضيفي عبر سكايب الاستاذ علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني انضم معنا من طرابلس. استاذ علي شندب مرحبا بك. حياكم الله، مرحبا بكم وبقناه الرافدين وبالضيوف الاعزاء والمشاهدين الكرام. اهلا بكم ضيوفي الكرام. بدايه المشاهدين الكرام لنتابع هذا الفيديو عن تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله وهو ينسب المقاومة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وأدوات إيران في العراق. نتابع.
الذي يقف خلف المقاومة هي هذه المجموعات وهذه المجاميع بأسمائها وعناوينها المختلفة. وعلموا أيضا، هنا نرجع لأخونا الحاج قاسم، أن هذه المجموعات وهذه المجاميع المقاومة تتلقى دعما معنويا وماديا وعسكريا وتسليحيا وتدريبيا من قوة القدس والحاج قاسم سليمان. وأوباما بده يطلع من العراق، الأمريكان مع مين حكوا؟ طبعا ما حكوا مباشرة، حكوا من خلال وسائط. مع مين حكوا؟ مع الإيرانيين، مع قوة القدس، بعتوا الحاج قاسم سليماني أنه نحن نتمنى أنه أنتوا تحكوا مع الفصائل المقاومة العراقية يوقفوا يعفوا عننا، يعني شهرين ثلاثة بس، لأن احنا يا أخي فلين بس لنطلع ننسحب ما بنطلع تحت النهر. أستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، سمعت وشاهدت تصريحات حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، هل اتضح أن المقاومة العراقية هي مقاومة يعني انطلقت على يد أو حمل لواءها الميليشيات المدعومة من إيران؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الكرام. حقيقة أنا أتفهم الأسلوب الذي اتبعه حسن نصر الله في إعطاء هذه الصورة للمشاهد ولأتباعهم سواء كان في العراق أو سواء كان في إيران. حقيقة هم يرمون إلى تزييف الحقائق الآن وإلى قلب المعادلة بأنه المقاومة كانت مقاومة شيعية حسب ما يتكلم به نصر الله، ولكن الحقائق على الأرض تقول بأن تاريخ المقاومة العراقية لا يزور ولا يسرق، لأن هذه المقاومة كتبت تاريخا بالدماء. والدليل على هذا بأنها المحطات، إذا جئنا لنقف على محطات المقاومة العراقية منذ انطلاقها منذ اليوم الأول للاحتلال إلى يومنا هذا، لوجدنا الكثير من الدلائل التي تشير بأن المقاومة معروفة حسب رقعتها الجغرافية وحسب الفصائل التي انطلقت لتقاوم العدو طوال الفترة الماضية إلى حين خروجه من العراق. أنا سأقف أمام محطات معينة، يعني هذه المحطات أنا أعتقد بأنها تكفي بأن تعطي التاريخ الحقيقي للمقاومة العراقية. في يوم 9/4 تم، طبعا بعد أن تم تشكيل مجلس الحكم بداية بأنه الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق كان يرتكز على ركيزتين أساسية. الركيزة الأولى هم القيادات الشيعية سواء كانوا خارج العراق أو قسم منهم كان في الداخل، إضافة إلى القيادات الكردية مع بعض الشخصيات التي حسبت على السنة ولكن ليس لهم ثقل على أرض الواقع. وبالتالي نحن نتكلم عن مشروع احتلال أمريكي بريطاني يستند على اتفاقات مسبقة في مؤتمر لندن وفي مؤتمر أربيل، هذا أولا. بعد أن دخل المحتل إلى العراق وشكل مجلس الحكم من 25 شخصية، صوتت هذه 25 شخصية على اعتبار يوم 9/4 يوم احتلال العراق بأنه عيد وطني للعراق، وهذا دلالة واضحة بأن هذا اليوم هو يوم عار وشنار على كل من جاء مع الاحتلال وصفق للاحتلال في تلك الفترة. ثم بعد ذلك تراجعت هذه القيادات بأنه لا يمكن لأي بلد أن يعتبر يوم احتلاله من قبل قوات أجنبية بأنه عيد وطني، وبالتالي تم التصويت على هذا القرار من قبل أعضاء مجلس الحكم، ولم عدا نائبين من هذا المجلس لم يصوتوا لصالح هذا القرار بإجماع جميع القيادات الشيعية التي كانت متواجدة في تلك الفترة. هذا أولا. المسألة الثانية، أنا أحب أن أتكلم عن محطات كثيرة، يعني سأذهب إلى بعضها الآن. يعني نعم، تفضل. عندما زار نوري المالكي الولايات المتحدة الأمريكية ذهب ليضع إكليل من الزهور على قتل الجنود الأمريكان، فكيف أصبحوا اليوم مقاومة؟ يعني هل تتغير الأمور بين يوم وليلة؟ يعني لا يمكن أن نأتي اليوم لكي نقول بأن هذه القيادات الآن الموجودة في العراق هي التي كانت تقود المقاومة في العراق. يعني أعطيك أنا مثلا القرار رقم 2 الذي أصدره بول برايمر، والذي دمج حسب القرار رقم 91 ميليشيات تابعة للأحزاب السياسية التي شاركت في احتلال العراق، دمجها ضمن نواة القوات المسلحة في تلك الفترة أو الجيش الجديد كما يسمى. يعني من ضمن هذه الميليشيات أولا الحزبين الكرديين، هذول اثنين، بالإضافة إلى 7 ميليشيات تمتثل هذه الميليشيات لهذا الأمر. من ضمن هذه الميليشيات منظمة بدر،
2 منظمة حزب الدعوة، 3 الحزب الشيوعي العراقي، 4 حزب الله اللي ما يسمى حزب الله وجناحه العسكري، الحزب الإسلامي العراقي، والوفاق الوطني والمؤتمر الوطني. طيب إذا كانت هذه الميليشيات كانت تكريم من قبل الاحتلال بأن هذه تأتي لكي تكون من ضمن نواة القوات المسلحة العراقية في تلك الفترة، كيف أصبحت هذه المنظمات الآن مقاومة حسب ادعاء حسن نصر الله؟ طيب إذا كانت هذه الميليشيات أو المقاومة كانت شيعية في تلك الفترة، لنرجع إلى الإحصائيات التي كانت حسب الخسائر التي يعني تكبدها الجيش الأمريكي طوال الفترة الماضية، ونرى حسب التسلسل الجغرافي لهذه حسب إحصائيات البنتاغون الأمريكية بأنه الخسائر التي سقطت في المناطق السنية تصل إلى أعداد كبيرة جدا، بينما الأعداد التي سقطت في المناطق الشيعية هي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تصل إلى نسبة 6%، وهذه النسبة فيها كثير من العمليات نفذت من قبل السنة في هذه المناطق الشيعية لكي نقوم بدفع الشيعة إلى المقاومة في تلك الفترة على اعتبار بأن تكون المقاومة واسعة. أضف إلى هذا بأنه لو جئنا إلى الجانب العقدي، الجانب العقدي رامسفيلد حسب المذكرات التي تكلم بها رامسفيلد قال بأنه تم تقديم هدية إلى السيستاني 200 مليون دولار، هذه الـ200 كانت هدية مقابل أنه عدم إصدار فتوى للشيعة لكي على عدم مقاتلة القوات الأمريكية. طيب كيف ظهرت هذه المقاومة اليوم التي يتكلم عنها حسن نصر الله لكي تقوم هي بهذه العمليات؟ طيب معركة الفلوجة الأولى التي حصلت في عام 2004، والمعركة الثانية التي حصلت في 2005، ومعركة سامراء التي حصلت في 2004، يعني عندما نتكلم عن مدن سنية تقريبا، الفلوجة أصبحت أثر بعد عين في المعركة الثانية، حد الفسفور الأبيض لحد هذه اللحظة التشويهات الخلقية لا تزال موجودة وبكثرة في مدينة الفلوجة، وتم حصار مدينة الفلوجة لمدة 4 سنوات، لا يسمح لأحد بالدخول والخروج إلا من خلال باجات أخرجتها القوات الأمريكية. طيب كيف أصبحت المقاومة الآن شيعية حسب ما يتكلم به نصر الله؟ ولكن هم يريدون الآن أن يخاطبوا الجيل الجديد، يريدون أن يزوروا الحقائق وأن يقولوا بأن هذه المقاومة هي مقاومة شيعية. نعم المقاومة الشيعية هي التي ذبحت، لا يتكلمون عنها هم، هي التي ذبحت أطفال سوريا وشيوخ سوريا وذبحت أطفال العراق، هم الذين تآمروا على المقاومة العراقية طوال الفترة الماضية عندما أحدثوا في عام 2006-2007 أحداث سامراء وبدأوا بالتطهير العرقي وطعنوا المقاومة العراقية في الظهر بعد أن كانت تواجه القوات الأمريكية، بحيث وصلت في الشهر السادس من عام 2005 العمليات العسكرية للمقاومة العراقية إلى 3490 عملية في تلك الفترة. الآن يتكلم حسن نصر عن المقاومة، أي مقاومة هذه التي تكلم؟ أنا أعتقد بأنهم هذه يعني يحاولون الآن تزييف الحقائق، يحاولون سرقة هذا التاريخ. أضف إلى هذا بأن المقاومة العراقية لا زالت قيادتها موجودة، ولا زال أشخاصها الكثير منهم موجودين، ولا زالت العمليات التي صورت بحيث وصلت العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية إلى أكثر من 200,000 عملية، هذه العمليات في غالبها مصورة ولا زالت موجودة لدى فصائل المقاومة العراقية. فهذا كذب وافتراء وعملية تزييف للحقائق، ولكن أنى لهم هذا. نعم ورحب بك مرة أخرى أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي. إيران تقف يعني وتشارك الاحتلال الأمريكي في كل شيء، في تتقاسمه الشأن العراقي في كل شيء، حتى أنها الراعي الرسمي للعملية السياسية في العراق. مع ذلك هناك ادعاءات جديدة وتصريحات وأحاديث جديدة عن نسبة المقاومة للاحتلال الأمريكي هي لأدوات إيران في العراق. لماذا يراد تزوير الحقائق التاريخية أستاذ عبد القادر النايل؟ أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الأعزاء. ما أراده حسن نصر الله من تدليس وكذب واضح هو لتبييض أو محاولة إعطاء تاريخ للمجرم الإرهابي قاسم سليماني الذي دخل هو الآخر بموافقة الاحتلال الأمريكي للعراق. وكلنا يعلم قبيل الاحتلال أو بعد الاحتلال الأمريكي فإن البلد ممسوك من الجيش الأمريكي. كيف دخل قاسم سليماني إلى العراق لولا موافقة الجيش الأمريكي؟ وكيف كان يدخل المنطقة الخضراء لولا موافقة من القوات الأمريكية؟ وكيف كان يتنقل بطائرات
عبر مطار بغداد الدولي إلا بموافقة الاحتلال الأمريكي، لا سيما أن كان سلطة الاحتلال الأمريكي تفرض كل القيود على الأجواء العراقية وعلى الأراضي البرية عبر منافذها. لذلك حقيقة هي محاولة للكذب وللكذب وللكذب للوصول إلى تبييض وجه المجرم قاسم سليماني الذي تلطخت يداه بدماء العراقيين. ومن المعلوم تماما إذا ما أردنا أن أتباع قاسم سليماني، وهنا حقيقة أنا أقول أن الشعب العراقي وبالتالي الشيعة هم أبرياء من هذه الميليشيات، نعم هم يتكلمون باسمهم، لكن معلوم تماما أنه من ذبح أبناء الشيعة المتظاهرين في ثورة تشرين في الناصرية وغيرها هي هذه الأدوات التي تدعي المقاومة. لذلك حقيقة هؤلاء يعني نتاج قاسم سليماني، وهؤلاء هم ليسوا أصلا بعراقيين لأنهم خرجوا عن القانون والعرف العراقي بالكامل عندما يوالون دولة غير العراق ويبحثون عن تنفيذ مصالحها. التزوير يأتي من أجل إيهام الرأي العام وإيهام الشعوب وإيهام الناس أن إيران هي التي تقود المقاومة في المنطقة وأن إيران هي دولة الممانعة في المنطقة. لكن الواقع الحال يقول أن إيران أنتجت كعراقيين، نحن نشهد بهذه القضية لأن الحبر لم يجف على الورق إلى هذه اللحظة، فذاكرة المقاومة عصية على تخرصات وعلى كذب وتفضح كذب حسن نصر الله، وتشهد بأن الواقع غير ذلك. الإيرانيون أنتجوا ميليشيات بدر دربوها قاتلت معهم في حرب الثمانينات قبيل الحرب العراقية الإيرانية ضد الجيش العراقي ضد العراقيين تماما، بل هي نفذت حتى ضد المدنيين. كانت هناك عمليات تخريبية، حزب الدعوة أحد الوكلاء الرسميين لإيران ألم يعترف بتنفيذ سيارات مفخخة على طلبة الجامعة المستنصرية، بالتالي نفذت حتى ضد أهداف مدنية كحادثة السفارة وكإسقاط الطائرة العراقية التي تقل المدنيين، كلها كانت أعمال ليست فقط ضد الجيش العراقي، ضد الشعب العراقي وضد المدنيين. هؤلاء هم نتاج ما أنتجه قاسم سليماني. هؤلاء عندما جاء الاحتلال ألم يشاركوا في مجلس الحكم؟ ألم يكونوا جزء رئيسي من عملية كما أشار ضيفك العقيد سيادة العقيد على قانون 91 دمج الميليشيات؟ إلى هذه اللحظة من 2003 إلى يومنا هذا وزارة الداخلية وقواها ومغاوير الشرطة والشرطة الاتحادية تدار من ميليشيات بدر. إلى هذه اللحظة من قتل المقاومة ومن قاتل جنبا إلى جنب مع الجيش الأمريكي؟ ألم تكن مغاوير الداخلية سيئة الصيت الذي ارتكبت جرائم إنسانية واضحة ضد الشعب العراقي وضد أصل فصائل المقاومة التي قاتلت الاحتلال الأمريكي بطريقة واضحة؟ ألم تكن هي الأداة الحقيقية في التنفيذ وتنفيذ الطائفية عبر صفحات غادرة واضحة؟ من حرق المساجد وقتلها؟ بالتأكيد معلوم تماما أنه ذاكرة المقاومة وواقعها الميداني عصية على نصر الله. إيران تريد تسويق نفسها بهذا الإطار، وهذا حقيقة جملة من التخرصات، لأنه إذا كانوا يرفعون شعار فلسطين، من قتل الفلسطينيين في شارع فلسطين وفي البلديات منطقة البلديات داخل بغداد ومن طردهم أصلا، وإذا كانوا يقولون ما الذي سيقولونه، هل ما يجري الآن في سوريا من قتل الشعب السوري مقاومة ضد محتل؟ لأن معلوم تماما الوثائق التي ظهرت مؤخرا أن إيران هي من ضغطت على الأسد ليوقع ويجلب واقنعة الروس. هناك جملة من المتناقضات أستاذ عبد القادر النايل في التصريحات الإيرانية أو تصريحات زعماء الميليشيات التابعة لإيران وما موجود وما يعني مفعول وواقع على الأرض العراقية وكذلك في المنطقة. اسمح لي فقط أن أرحب بالأستاذ علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني، ينضم معنا عبر سكايب من طرابلس. أستاذ علي مرحبا بك مرة أخرى. يعني من خلال استماعك لخطاب حسن نصر الله أو حديثه المتلفز ويعني حديثه عن أن المقاومة هي تحت لواء زعماء الميليشيات أو قائد الحرس الثوري الذي قتلته الغارة الأمريكية، من خلال آثار ما يسمى بالممانعة أو محور المقاومة مثلما يتحدث النظام الإيراني وتابعه أيضا، بالنظر إلى هذه الآثار في العراق وسوريا ولبنان وحتى في اليمن، هل يمكن أو هل يستطيع فعلا يعني زعيم ميليشيا
حزب الله حسن نصر الله إقناع الرأي العام سواء العربي أو العراقي بنسبة المقاومة للاحتلال الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أو حتى لزعماء الميليشيات التابعة لإيران؟ بسم الله، أحييك وأحيي الضيوف الكرام مرة أخرى. حياكم الله وسلم. الحقيقة أنا أذهلني زعيم حزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة عبر قناة محور المقاومة أو الممانعة التي أنشأها قاسم سليماني المعروفة باسم الميادين، أذهلني بحجم التزييف الذي أورده في سياق على مدى 4 ساعات. مع الأسف الشديد يعني هو لطالما كان يتباهى بأن الصهاينة يثقون به ويصدقونه أكثر من قادتهم، وإذ اليوم نحن حسن نصر الله يفتقد للمصداقية وبكلامه حول أبوة المقاومة العراقية المستجدة هو بات فاقد للمصداقية. لكن وأنا أتكلم من موقعي كإنسان قدرت الظروف لي أن أشارك في تغطية الغزو والاحتلال على العراق عام 2003، وأيضا أن أشارك في الإرهاصات الأولى لولادة المقاومة العراقية، وكانت العملية الأولى في وزارة الزراعة في قرب فندق فلسطين. ويومها قال غالبية الإعلام العربي ومنه الإعلام حزب الله والإعلام المتأيرن الآخر، قال بأنها رصاصات بائسة للنظام السابق. بدون شك كان مذهل حسن نصر الله في عملية تجريف التاريخ وفي فبركة التاريخ جديد. يبدو أن هذا ناجم عن حجم الإفلاس الكبير الذي يلاقيه وتلاقيه إيران، لأنه تبين أن بعد قصفهم العديد من الصواريخ الصوتية على مدى سنوات مضت واجترارهم لمقولة أن إيران قادرة على تدمير إسرائيل ب7.5 دقائق على لسان ألسنة جميع المسؤولين الإيرانيين المدنيين والثورويين على السواء، وإذ بهم يتعرضون لاغتصاب شبه يومي في سوريا وفي غير سوريا من قبل الطيران الصهيوني، ولا يقومون بأي رد على هذا الاغتصاب اليومي الذي يلاحقهم من موقع إلى موقع. وأيضا في العراق هذا الأمر حصل ولا يوجد رد، وبالتالي يتبين لنا بأن حسن نصر الله يقول أن المقاومة حمت لبنان، ولكن هذه المقاومة من عام 2006 حتى اليوم لم تطلق طلقة واحدة على الكيان الإسرائيلي، وهي تؤمن الحدود بدرجة عالية جدا مع هذا الكيان الإسرائيلي أكثر من أي دولة مجاورة أخرى. إذا كانوا لم يطلقوا طلقة واحدة تجاه الكيان الصهيوني في لبنان، كيف يقنعون الرأي العام بالمقاومة في العراق؟ هذا هو الإفلاس سيدي، هذا هو الإفلاس الحقيقي. وبالتالي لأن المقاومة العراقية الحقيقية هي منذ سنوات قد انكفأت عن الميدان وعن الإعلام، فأعتقد نصر الله بأن هو عليه أن يعتمد على المثل الذي يقول الرزق السايب بيعلم الناس الحرام، وبالتالي وجد أن اللحظة مناسبة لكي ينقض على المقاومة العراقية ويختطفها وينسبها زورا وبهتانا على طريقة زواج السفاح إلى آخرين كانوا خناجر مسمومة في ظهر المقاومة. وأنا عندما أقول خناجر مسمومة فإني أعني ما أقول، لأنني عام 2003 تجولت في كل حبة رمل في العراق وذهبت للجنوب عدة مرات، وسأسوق قصة حصلت معي ذات يوم وردني فيلم فيديو من
مجموعة تسمي نفسها مجاهدو حديثة. طلعت على هذا الفيديو وهي تعلن المقاومة على الاحتلال الأمريكي، وهي تظهر لأول مرة صاروخ ستينجر، ستريلا في المعركة، ليس ستينجر، صاروخ ستريلا، وأظهرت أسلحة جديدة لم تستخدمها المقاومة من بعد. لكن خلفية الأسلحة وخلفية الصورة العامة، صور الإمام الحسين، صور الإمام علي، صور الرموز والطقوس الشيعية. فسألت لماذا هذا يا أخوان؟ قالوا بصراحة نحن نريد أن نستدرج إخواننا الشيعة معنا إلى المعركة، نريد أن يحظوا معنا بشرف مقاتلة الاحتلال، ونريد أن نساعدهم على التطهر من أنهم كانوا مع الحزبين الكرديين، كانوا جسر عبور الميليشيات، الأحزاب الشيعية والأحزاب الكردية، والله أعمم على الشيعة، كانوا جسر عبور آلة الغزو الأمريكية إلى العراق. كان هذا الوعي موجود بقوة كثيرة، وأنا يومها أرسلت هذه المادة وتم بثها في تلفزيون الحياة LBC، ونشرتها جريدة الحياة على صفحة الأولى. أنا أدلل من هذه المسألة إلى أن المقاومة العراقية، وحوارات كثيرة جرت مع الأقسام الإعلامية والسياسية فيها بيني وبينهم، كانوا يقولون نحن نبذل جهود مضنية من أجل إشراك إخواننا الشيعة الوطنيين في مقاومة الاحتلال الأمريكي، لكنهم يتعرضون لضغوط قاسية من إيران ومن أبقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. طيب، ردت كتائب ثورة العشرين على مزاعم حسن نصر الله بأن المقاومة في العراق هي تابعة للأدوات الإيرانية، إذ أصدر المكتب السياسي لكتائب ثورة العشرين إحدى أكبر فصائل المقاومة التي واجهت الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 في العراق بيانا رد فيه على تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، أحد أذرع إيران في المنطقة، التي نسب من خلالها مقاومة الاحتلال الأمريكي وحلفائه في العراق إلى أدوات إيران بزعامة زعيم فالق القدس الإيراني قاسم سليماني. ذكر البيان أن النظام الإيراني وأدواته في المنطقة لا ينفك عن محاولات تزييف الحقائق وتزوير تاريخ الأمة، فالتلاعب بالحوادث التاريخية المثبتة وتحريف الوقائع المشاهدة هو سبيل معهود لهذا النظام. وأكدت الكتائب في بيانها أن آخر هذه المحاولات الفاشلة ما صدر من المدعو حسن نصر الله، الذي حاول وبكل ما أوتي من جهد في مقابلة تلفزيونية مع أحد منابر الولي الفقيه في لبنان، حاول سرقة المقاومة العراقية في وضح النهار، والتصريح بأن الفعل المقاوم ضد الاحتلال الأمريكي مرده إلى أدوات إيران في العراق بزعامة قاسم سليماني، الذي يعلم الجميع أنه لم يدخر أي جهد في سعيه للنيل من المقاومة العراقية ميدانيا منذ انطلاقها ضد القوات الأمريكية عام 2003. وجاء في البيان أيضا أن نصر الله يفتتح مرحلة جديدة يقوم فيها بسرقة شرف المقاومة ونسبتها إلى ما يسمى محور المقاومة في المنطقة، مدعيا زورا وبهتانا أن أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي وإخراجه من العراق كانت بفعل قاسم سليماني وقيادته لفصائل إيران وميليشياتها في العراق. اختتم البيان بالتأكيد على أن فصائل المقاومة الحقيقية موجودة ولا تزال حاضرة، ولا يتوهم أدعياء المقاومة غيابها، لأن المعركة لم تنتهي بعد، بحسب البيان الذي أصدرته كتائب ثورة العشرين. بالعودة إليك أستاذ حاتم الفلاحي، بالتأكيد يعني المقاومة العراقية استهدفت من قبل الأمريكيين، حيث أن المقاومة كانت السبب في انسحاب القوات الأمريكية وضرباتها الموجعة للقوات الأمريكية، أدت بالتالي بحسب ما يرى الكثير من الخبراء العسكريين إلى تحالف ما بين الأمريكيين والمستفيدين من احتلال العراق ومنهم الإيرانيون. بالتالي يعني ممكن يعني أن نستشرف أو أن نستنتج بأن الإعلام الإيراني له حصة أيضا بالمشاركة مع الإعلام الأمريكي في استهداف المقاومة العراقية، التي كانت عقبة كبيرة بتنفيذ المشروع الأمريكي في العراق. بالتعقيب على ما تحدث به ضيفاي الكريمان، إلى أي مدى ترى أن هذا صحيحا أو صحيح؟ نعم، دعني أقول أنه أي مشروع الآن يطرح، لا أقول المقاومة العراقية، لنقول الآن مظاهرات تشرين، يعني المظاهرات التشرينية أو ثورة تشرين في العراق، هذه الثورة يقومون بها الآن شيعة،
حقيقة يعني المناطق التي خرجت هي في الجنوب مع مناطق في بغداد تكون مشتركة ما بين الجميع. نرى كيف كانت ردة الفعل الشيعية أو القيادات الشيعية التابعة لإيران على هذه المظاهرات. استخدموا معهم آلة القتل، التنكيل، الاعتقال، الاختطاف، الاغتيال، وبالتالي حاولوا وئد هذه المظاهرات بشتى الطرق، لأن أي مشروع يطرح في الساحة العراقية أو في بقية الساحات سواء كان في سوريا أو سواء كان في لبنان أو في اليمن أو في البحرين أو في أي دولة أخرى يتقاطع مع النظرة أو المشروع التي يتبناه الولي الفقيه في إيران، فهو يعتبر هذا المشروع يعني خطر على المشروع الإيراني، وبالتالي يحاولون شيطنة هذه الأمور بنعتها بأوصاف متعددة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصف المقاومة العراقية بالإرهاب، وبالتالي صفقوا له جميع من جاءوا مع المحتل على اعتبار أنها إرهابية، لأن هذا المشروع يتقاطع مع مشروع الولي الفقيه، وبالتالي هناك تقاطع في الأيديولوجيات بشكل كبير جدا. هذا الآن ما يجري من قبل حسن نصر الله، لن يقبلوا لا بمشروع المقاومة العراقية ولا حتى بالمشاريع التي تنبع من صميم معاناة الشعب العراقي سواء كانت في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال، ورأينا كيف تعاملوا مع المظاهرات التي خرجت في المناطق السنية، ورأينا الآن حتى المظاهرات في المناطق الكردية كيف تعاملت مع هذه الطبقة التي جاءت مع الاحتلال. جميع هذه الطبقة التي جاءت مع الاحتلال كانت تسمي القوات الأمريكية بالقوات الصديقة طوال هذه الفترة، ولو كانت هناك مقاومة حقيقية في الشيعة لما بقيت القوات الأمريكية في العراق أشهر معدودة فقط يعني، ولكن المقاومة كانت محصورة في منطقة كانت تسمى مثلث الموت التي يمتد من محافظة الموصل باتجاه محافظة أنبار بغداد ووصولا إلى إدياله. هذه المنطقة، هذا المثلث المحصور في هذه المنطقة كان يسمى مثلث الموت، وطريق المطار كان يسمى طريق الموت بالنسبة للقوات الأمريكية. لا ننسى أيضا في نقطة مهمة، أيضا الإعلام الحكومي المدعوم من قبل الاحتلال الأمريكي وكذلك حتى الإعلام الإيراني يعني تبث دائما أخبار وتحليلات هدفها خلط الأوراق واتهام المقاومة العراقية بالإرهاب، هذا بحسب ما يرى مراقبون للشأن العراقي وأيضا الوقائع التاريخية التي حصلت منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى 2014. نعم أكيد هناك كثير من العمليات، أنا متأكد عندما أقول بهذا الكلام، لأن أنا كنت حاضر في معركة الفلوجة الأولى وفي معركة الفلوجة الثانية، وهذه الفترة إلى عام 2007 تقريبا أنا كنت موجود ومطلع على كثير من التفاصيل. يعني عندما يصدر بيان أو قرار مجلس الأمن الرقم 1483 ويصف القوات المحتلة في العراق بأنها قوات احتلال، القوات البريطانية والقوات الأمريكية، وتخرج هذه القيادات التي تتبع إلى الولي الفقيه في إيران وتقول بأن هذه القوات هي قوات صديقة، كيف انطلقت هذه المقاومة؟ حتى في النجف عندما بدأت معركة النجف في 5 آب عام 2004 استمرت إلى تقريبا إلى 27 من نفس الشهر، ثم توقفت بدعوة من السيستاني أطلق مبادرة لاحتواء الأزمة ما بين جماعة جيش المهدي وما بين القوات الأمريكية. تم الاتفاق بعد ذلك في الشهر العاشر من نفس السنة، وتم تسليم الأسلحة التي كانت لدى مقتدى الصدر، وعندما سئل عن مسألة مقاومة الاحتلال قال بصريح العبارة إن من يفتي بجواز المقاومة من عدمه هي مرجعية السيستاني، ومرجعية السيستاني لم تفتي بقتال القوات الأمريكية إلى يومنا هذا، وبالتالي هو يعني ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع العراقية. أضف إلى هذا بأن هناك يعني أنا عندما أتكلم بإحصائيات ثابتة، يعني هذه الإحصائيات نزلت في كتب رسمية يعني وفي كتب موثقة. الآن هناك كتاب يتكلم من هزم أمريكا في العراق بالإحصائيات يعطي، وحسب المناطق التي سقط فيها جنود الأمريكان، حسب المحافظات السنية وحسب المحافظات الشيعية، القتلى الذين سقطوا في المناطق السنية ما يقارب العدد وصل إلى 4366 جندي أمريكي، أما الذين سقطوا في المناطق الشيعية لا يتجاوزون 275 بما فيها يعني نستطيع أن نقول العمليات التي نفذت من قبل سنة في هذه المناطق، مثل القوات الإيطالية التي كانت متواجدة في الناصرية عندما تم إدخال عجلة مفخخة إلى داخل هؤلاء القتلى. أيضا حسين
ينسبوا على مناطق شيعية. لم تكن أعطيني مدينة شيعية بعد معركة النجف دمرت مثل ما دمرت الفلوجة أو دمرت سامراء أو دمرت مدينة الموصل نتيجة العمليات العسكرية أو حتى حديثة أو حتى بقية المناطق في العراق. لم تدمر هذه لم تعاني. يعني عندما نتكلم عن السجون في 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 بوكا يوجد أكثر من 30 كم. هذه الكمات فيها موجودين معتقلين غالبية هذه الكمات كانت من السنة. وكم واحد موجود إلى الشيعة؟ عندما نتكلم عن كروبر في بغداد في مطار بغداد كانت هناك 4 كمات، كل كم فيه 3 أقسام، قسم واحد إلى الشيعة والباقي ما يقارب 12 قسم هما جميعها للسنة. يعني احنا نتكلم عن سجن أبو غريب، عن جميع هذه السجون كانت تعج بآلاف المعتقلين من مناطق أهل السنة. أين المقاومة التي انطلقت في الجنوب التي يتكلم عنها حسن نصر الله لكي يقول بأن العمليات كانت عمليات المقاومة، هذه كانت يقودها سليماني ويقودها أبي مهدي المهندس الذي كان نائب في البرلمان أو نائب في 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 البرلمان الذي والحكومات التي جاءت بها حكومات الاحتلال في تلك الفترة؟ هذا الكلام عاري على الصحة ولا يستند إلى حقائق يعني لها واقع على 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 الأرض، وإنما تستند إلى أحلام حقيقة وإلى تناقضات كثيرة حاول نصر الله أن يزينها من خلال هذه المقابلة وأن يظهر بأن المقاومة هي مقاومة الولي الفقيه وليس المقاومة العراقية الحقيقية. نعم أستاذ عبد القادر، يعني النعرات الطائفية دائما أو نظام المحاصصة الطائفي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى الآن ترى أنه ربما هو أيضا إلى الآن هو ساري المفعول من خلال وسائل الإعلام التي تروج بأن المقاومة هي مقاومة تحت خانة طائفية فقط. ما جرى في العراق من عمليات تهجير، ما جرى في العراق من عمليات تغيير ديموغرافي، كلها أهداف ربما لمشروعين أمريكي وإيراني بحسب ما يرى محللون ومراقبون أيضا. ترى ما هي مخرجات ما يعني تتحدث به أو يتحدث به الإعلام المدعوم من قبل نظام الولي الفقيه في العراق؟ ما هي مخرجاته؟ ما هي آثاره في العراق؟ من المعلوم أن هذه المخرجات لها آثار، وكل مسير كل أثر يدل على المسير. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي طبل لها الاحتلال الأمريكي وبشر بأن المنطقة ستتقسم وتتجزأ إلى دول على أسس طائفية، فإن المقاولة الحقيقية يوم أن دخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق في عام 2003 وصرحت الإدارة الأمريكية في وقتها على خارطة الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الأدنى أو تقسيم الدول إلى 22، أن هناك دول ستتقسم، وبالتالي بدأوا بنشر تقسيم الدول على أسس طائفية ومذهبية، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، ليبيا، اليمن، حقيقة مصر أيضا كانت هناك مشروع لتقسيمها. تفاجأت الإدارة الأمريكية بعملية المقاومة التي أربكت هذا المشروع. لكن إذا ما أخذنا أن من نسق بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني هو أحمد الشربي، هو عراب الاحتلال الأول، وهو مقرب أيضا من قاسم سليماني، هذا التنسيق يؤكد على أن إيران دعمت تقسيم المنطقة حتى تبقى هي الدولة الأكبر في المنطقة وتهيمن عليها، وبالتالي هي من شجعت الورقة الطائفية والمذهبية من خلال هذه الدول. وما قد رأينا النتائج الملموسة عندما أفلت أو ضعفت أو تآمر الكثير على المقاومة العراقية، وعندما حقيقة اليوم فرغت الساحة لسبب إرباك الوضع الدولي ووضع الإرهاب وعمليات ما جرى من قتل عراقيين، كلها كان منسقا في إشاعة الطائفية داخل العراق هو النظام الإيراني. إحياء الورقة الطائفية، أمريكا لا تستطيع العزف على الورقة الشيعية والسنية، من عزف على هذه الورقة ومن دعم الكيانات المسلحة على أسس مذهبية هي إيران، من رفعت هذا السقف هي إيران. بالتالي هذا يؤكد على أن إيران لم تكن تسرح وتمرح وتلعب بهذه الورقة داخل الدول العربية بمجرد فراغ، إنما كان هناك ضوءا أخضرا أمريكيا، لأن تنفيذ الإرادة الأمريكية في تقسيم الشرق الأوسط لن يكون إلا بهذه الورقة، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تعبث بهذه القضية، بل بالعكس وجودها جعل من عملية تأخير كل هذه الورقة الطائفية بالمنطقة من خلال وعي موجود للنخب السنية والشيعية والمسيحية. لذلك
حتى أن الجيش الأمريكي لم يأبه أو الإدارة الأمريكية لتهجير المسيحيين من داخل العراق. نحن نعلم أنه أول من بدأ بعملية التهجير هو فيلق بدر والمجلس الأعلى الذي قدموا من إيران وأخذوا منطقة الكرادة في داخل بغداد وهي تحتوي على منازل المسيحيين. بالتالي عمليتهم لم يأبهوا لأنهم يريدون تقسيم المنطقة على أسس دينية وطائفية. لذلك كان المشروع كبير. هذا المشروع يؤكد على توافق إيران مع الولايات المتحدة والعمل في خدمتها لإنجاح هذا المشروع في تقسيم الدول العربية. وإلا إذا نظرنا ما الذي قدمته إيران ضد الطائفية، ما هي الجسور التي حاربت فيها المشروع الأمريكي؟ إذا ما قلنا أن أمريكا تريد تقسيم المنطقة وتريد إحياء الطائفية، ما هي الوسائل التي قدمتها إيران؟ هل هي قدمت حوارا أو دعما أو واضع أو عملية نقاش في المكونات الأخرى الموجودة في المنطقة؟ هل هي ذهبت باتجاه درء الفتنة الطائفية أم أنها ساهمت في تأجيجها؟ لبنان ساحة واضحة منذ الحرب الأهلية في الثمانينات إلى الآن تؤكد على أنه حزب الله لا زال يمارس الأجندات الإيرانية داخل لبنان من أجل إشاعة الطائفية. فكيف له تريد أن يأتي متأخرا على العراق واليمن وسوريا أنه سيحارب هذه الطائفية؟ هذا يؤكد حقيقة على أنهم منذ فترة كبيرة وسنوات وعقود يسعون إلى إشاعة وتقسيم الدول العربية على أسس طائفية ومذهبية لإنشاء كونتونات يمكن أن يكونون هم الأقوى ويمكن أن يكونون متحكمين فيها، وبالتالي هذا ما يسمى بإيجاد الفرصة لهم في التحكم في هكذا دول ضعيفة ستكون متناحرة لأنه ستكون هناك إشاعة المذهبية والطائفية حاصلة. ولذلك عندما حقيقة كان لصوت ثورة تشرين في العراق صوتا مدويا وهي مقاومة سلمية في مواجهة العملية السياسية وأذنابها، بالمباشر عندما خسروا جميع الأوراق خرج مقتدى الصدر لإعادة البيوتات الطائفية وقد خرجوا معه بهذا الإطار. إذن وسبب وجودهم هي البيوتات الطائفية وهي المذهبية والطائفية التي أشار إليها سؤالكم الكريم. لذلك إيران لا زالت تراهن على هذه القضية من أجل ديمومة بقائها، وعندما تكون هناك رفضا قاطعا للطائفية وللمشروع الموجود الأمريكي ستنهار إيران وميليشياتها. ولذلك المقاومة العراقية ما يحسب لها أنها كل هذه الظروف الموجعة والضربات التي تتلقاها والمؤامرات الكبيرة التي حيكت عليها إلى هذه اللحظة لم ترفض أن تذهب باتجاه التخندق الطائفي، بقت تنادي رغم أنها في محور وفي محافظات منحصرة في المناطق السنية، لكن هناك دعما شعبيا الشعب العراقي بكل مكوناته لم يكن رافضا للاحتلال. نعم المقاومة المسلحة السنية انحصرت في هذه المناطق لكن الشعب العراقي لم حقيقة يقبل بالاحتلال الأمريكي، وهذا ما رأيناه من خلال مرحلة توثيق مراحل مهمة في تاريخ العراق. وجدنا في أدبيات سجلات خاصة لهيئة علماء المسلمين في العراق في مسجد أم القرى في 2004 سجلات تتحدث عن توثيقات لتبرعات من مسيحيين ومن كرد ومن شيعة لأهالي الفلوجة ومقاومتها في معركتهم ضد الاحتلال الأمريكي. هذا يؤكد على أن الشعب العراقي يمكن أن يعيد زمام المبادرة ويمكن أن ينهض، وهكذا هي الشعوب. لكن المؤثرات السياسية والمتدخلات الواضحة هي التي لا زالت تؤخر الموضوع. شكرا لك أستاذ عبد القادر. إذا هي مقاومة عراقية خالصة رغم محاولات الكثير مما يسمى بمحور الممانعة خندقتها طائفيا وتسميتها بأسماء طائفية أو مسميات وصفات طائفية. أستاذ علي شندب، بالعودة إليك مرة أخرى، حزب الله لا يزال يمارس يعني أجندة إيرانية في المنطقة تحت أهداف وغايات طائفية سواء في لبنان أو العراق أو سوريا يعني، ولكن هنا السؤال يعني من المستفيد؟ القوة الدولية ربما الإقليمية المستفيدة من بقاء ما يسمى محور الممانعة أو ما يسمى محور الشر وغيرها من المسميات، من المستفيد من هذه القوة مع الآثار التي ذكرتها في بداية الحلقة؟ سيدي الكريم، كل التمدد والتغول والتوغل الذي نفذته إيران عبر أزرعها في المنطقة هو نتيجة مؤكدة للتخادم مع الاحتلال الأمريكي للعراق،
أن الكلام عن بطولات سليماني ضد داعش في الفلوجة والأنبار وتكريت وغيرها إنما كان يتم تحت الأباتشي الأمريكية، ولولا هذه الأباتشي الأمريكية ربما وضع داعش كان غير ذلك. مع أيضا في سوريا هم يقاتلون تحت السخوي الروسية، وبالتالي بات وضعهم نتيجة هذا التخادم كأنثى تعقد قرانها على رجلين في آن واحد. أنا دعني أقول بأن نحن نتكلم عن تزييف وتزوير وتجريف نصر الله لتاريخ المقاومة العراقية بل ولتاريخ المنطقة. نراه اليوم في خطابه بالأمس بسنوية الذكرى السنوية لمقتلة سليماني، نراه يتهم الإعلام اللبناني على تزييف تصريحات قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، يتهم الإعلام بالتزييف عندما قال حج زادة أن نعم فقدنا الاتصال بالأستاذ علي شندب. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا. كيف تعلق أستاذ حاتم الفلاحي على هذه الاستمرارية والتواصل من قبل الإعلام المدعوم إيرانيا في تشويه المقاومة إلى حد هذه اللحظة؟ ما هي النقطة التي يراد إيصالها إلى الرأي العام؟ نعم، لا شك بأن التخادم الأمريكي الإيراني هو ليس وليدة الساعة، وإنما هو وليدة سنوات طويلة استمرت منذ الحرب العراقية الإيرانية، ثم بعد ذلك مسألة الدخول إلى أفغانستان، ثم بعد ذلك دخول القوات الأمريكية إلى العراق. وكانت هناك ترتيبات ولقاءات على مستويات عالية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى هذا بأنه أثناء فترة الاحتلال كانت هناك زيارات للرئيس الإيراني أحمد النجاتي، مثل ما ذكرت هيئة علماء المسلمين في بيانها الصادر بأنه كانت هناك زيارات لأحمد النجاتي إلى العراق، وكانت كان تحت حماية الطائرات الأمريكية في بغداد. إذن هناك اتفاقات وهناك تخادم. يعني عندما يتكلم كيسي قائد القوات الأمريكية ويقول الآن بأنه تفجيرات سامراء من فعلها هو فيلق القدس الإيراني، والحرس الثوري الإيراني هو الذي كان يقف وراء هذه التفجيرات، ولدينا معلومات مؤكدة بذلك، لماذا لم يتكلم في عام 2006؟ لأن المصالح الأمريكية الإيرانية كانت تقتضي السكوت على مثل هذه الأمور والاستمرار بنفس النهج، لأنه العدو بالنسبة لهم هو واحد. المقاومة العراقية تعتبر تشكل تهديد كبير جدا ليس للقوات الأمريكية فقط، وإنما حتى لأتباع الولي الفقيه الذين جاءوا ودخلوا وبدأوا يتكلمون عن المقاومة السلمية لإخراج الاحتلال. لا أحد يتكلم عن رفع السلاح بوجه الاحتلال طوال تلك الفترة، علما أن نتمنى أن تكون هناك مقاومة شيعية حقيقية، ولكن لا تكون تبعا للولي الفقيه في إيران ولا تأخذ الأوامر من إيران، وإنما تكون من معاناة الشعب العراقي وتعمل على إخراج المحتل. يعني لابد أن تكون هناك الآن مقاومة حقيقية لإخراج الاحتلال الإيراني الآن من العراق. نعم. في البداية طبعا تحدث المسؤولون الإيرانيون عن أن لولا طهران لم استطاعت واشنطن أو لم استطاع الأمريكيون احتلال أفغانستان والعراق. هنا إيران الآن متغولة في 4 عواصم عربية، ترى ما هي المصلحة الأمريكية من ذلك؟ نعم، هذا المشروع هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة. عندما اصطدم بالمقاومة العراقية في العراق، يعني حقيقة هذا جعل لها إشكال كبير جدا في الحسابات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي عملية الاتفاق مع إيران وإطلاق يد إيران كان ضمن اتفاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. الآن عندما نتكلم عن المنطقة بعد أن دخلت إيران وفعلت ما فعلت من عملية تطهير عرقي ومذهبي وعملية قتل وعملية تهجير وتغيير ديموغرافي في العراق وفي سوريا، الآن أي شخص تسأل الآن هل تقبل بالوجود الأمريكي أم تقبل بالوجود الإيراني، يقول لك لا أنا أقبل بالوجود الأمريكي الآن، لأنه ما فعل له الإيرانيين وما فعله أتباع الولي الفقيه في هذه البلدان لا يكاد يقاس مع ما فعلته القوات الأمريكية، رغم المآسي الكبيرة التي كانت في أبو غريب ورغم المآسي الكبيرة التي حصلت في الفلوجة وفي مناطق أخرى، لأنه هناك
تخادم ما بين المشروعين، لأنه المشروع الذي جاءت به أمريكا للمنطقة هو تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وبالتالي نحن أمام مشروع كبير ينفذ في هذه المنطقة. وإلا أنا أسأل، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تصر على بقاء النظام الإيراني وتقول أريد أن أغير سلوك النظام ولا أريد أن أغير النظام الإيراني فيه، رغم بأنه النظام الإيراني فعل ما لم يفعله أحد في المنطقة؟ يعني الآن إيران حقيقة تهم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها حقيقة تعطي للولايات المتحدة الأمريكية امتيازات كبيرة جدا في المنطقة. أولا حولت الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي فارسي الآن. المسألة الأخرى، هناك ابتزاز لدول الخليج العربي بشكل كبير جدا. المسألة الأخرى، دفعت إيران إلى المنطقة فدمرت المنطقة وقسمت المنطقة الآن، بحيث أصبحت المنطقة مهيئة للتقسيم ومهيئة لكثير من المشاريع التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التخادم هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تصمت على جميع الجرائم التي فعلها، سواء كان الأسد في سوريا أو سواء كان حزب الله. يعني أعطني أنت الآن أي دولة سمحت، يعني عندما كانوا يأتون في بداية الاحتلال هناك بعض المجاهدين العرب في العراق، أقامت أمريكا الدنيا ولم تقعدها على مسألة وجود عرب موجودين في العراق، وكانوا يتكلمون عن الغرباء، يطلقون عليهم تسمية الغرباء وما إلى ذلك، علما بأن أعدادهم كانت قليلة جدا ولا تتجاوز 5% أو 4%. وبالتالي لا يمكن سرقة تاريخ المقاومة أبدا. يعني طبعا الآن الإيران فاطميون وزينبيون والميليشيات العراقية تقاتل في سوريا وتقاتل في لبنان، أما حزب الله لديه خلايا نائمة في الكويت، لديه خلايا نائمة في البحرين، لديه مستشارين في اليمن، لديه مستشارين في العراق، لديه مستشارين. لماذا تصمت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن التخادم الأمريكي الإيراني يخدم المخططات الاستعمارية لكلا البلدين. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، شكرا لك أستاذ حاتم. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا عبر الهاتف من عمان. وشكر موصول أيضا للأستاذ علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني، كان معنا عبر سكايب من طرابلس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى لقاء آخر في أمان الله.